مشتها بالمرقة بالصلصة درمغها دربغتها في والله هسه لو شفتيني قبل شوي. اهلا وسهلا بكم من جديد في حلقة مطبخ رؤيا لليوم، وكل عام وانتم بخير مجددا ومجددا، ومستمرين في هذه الحلقة الرائعة. وانضمت لنا الان رنديسي، الله يصبحك بالخير. صباح الورد، كيف امورك؟ صباح الفل. صباح الورد، انت طيبه؟ انت طيبه يا رب. كيف هاليوم معك؟ يوم ممتاز. يومك في تعرفه طبعا، هو غير عن العطش هو رائع جدا. صايم اليوم طبعا. الحمد لله. يعني نيالك صراحه. شو الدعاء المستحب لك اليوم؟ شو دعيتي بالله ربنا اليوم هيك؟ صراحه هو عن جد يوم عرفه معروف بالدعاء، يعني دائما بيحكوا انه هو من اكثر الايام اللي الدعاء فيها مستجاب. فبدعي لأهلي، بدعي لعيلتي، لنفسي، للأشخاص اللي بحبهم. أكيد. فيعني كوني لحوحة بالدعاء طبعا. صحيح. أنا سبحانه وتعالى بحب الإلحاح بالدعاء، وإن شاء الله الله ينولك كل ما تتمنين. إن شاء الله وينولك أنت كمان وشيف غادة وكل اللي عم بتابعونا يا رب. يعني أبنائك. بدنا نحكي على الكبدة. صحيح. اليوم في كبدة اليوم. بدنا نحكي عن فوائد. هو مش بس اليوم، هو من اليوم لثلاث أيام. اليوم مسا كله كبدة وكل اللحوم وكل. صحيح صحيح. فبدنا نحكي عن فوائد الكبدة إجمالاً. مزبوط. اليوم بشكل عام رح نحكي عن اللحوم العضوية اللي هي من ضمنها الكبدة، الكلى، الأوانس، كل الأشياء اللي الأشخاص بتحب تستهلكها خلال هاي الفترة، لأنه بتكون لسه الذبايح يعني مذبوحة بهاليومين، فبتكون اللحمة تعتبر فريش، فالأشخاص بتفضل إنها تأخذ هاي اللحوم قبل من اللحوم الثانية. طبعاً هي أولاً مليئة بالفوليت، مليئة بفيتامين بي 12 بنسب كتير عالية، وهلأ رح نحكي قديش هاي النسب، بالإضافة إنها مليئة بالحديد والبروتين، فالأشخاص اللي حابة تأخذ نسب حديد جيدة، فوليت جيد، بالإضافة للبي 12 أكيد المصدر الأساسي والرئيسي هي اللحوم مثل لحمة الكبدة. كمان نسب البروتين فيها تعتبر عالية جدا، وفيها 27 جرام بروتين لكل 100 جرام، فهي مناسبة جدا للأشخاص اللي عندهم إما ضعف بالكتلة العضلية بأجسامهم، لكبار السن اللي عندهم صعوبة في بناء الكتلة العضلية والحفاظ عليها، بنفس الوقت كمان مناسبة للأشخاص اللي حابة إنها تزيد من الكتلة العضلية بغض النظر عن الوزن الحالي اللي هي موجودة فيه. يعني بالمقدار بقى. وهي هاي الفكرة. انت بلاحظة يعني هي قاعدة يعني اسلوبها انه يعني كله يعني صح؟ اسلوبها كله حصة بقى. طيب الكوليسترول، ارتفاع. هلا رح نحكي عنهم. الحصة الغذائية الواحدة من لحوم الكبدة عادة احنا بنحكي عن 100 جرام. 100 جرام يعني كمية جيدة، ولكن باليوم. نعم. اوكي، مش كمية كتير كبيرة ولا كمية كتير قليلة. كتر اللحوم العضوية فيها مشاكل كتير للجسم، لأنه فيها نسب عالية من الكوليسترول، وهلأ رح نحكي عن مفهوم الكوليسترول بالنسبة للأشخاص. بنفس الوقت السعرات الحرارية اللي فيها جدا مرتفعة، لكل 100 جرام فيها 175 سعرة حرارية، فعم نحكي عن نسب سعرات حرارية جيدة. بالنسبة للفيتامين A فهي بتحتوي على نسب عالية جدا من الفيتامين A، واكتشل هي بتحتوي على 520% من احتياجات جسمي اليومية. عشان هيك هي تعتبر خطيرة على المرأة الحامل، كمان رح نحكي ليش. أما بالنسبة للبي 12 فهي بتعطيني 1300% من احتياجات جسمي من البي 12، فتعتبر ملائمة جدا لكبار السن اللي عندهم مشاكل في البي 12، خاصة أنه مع تقدم العمر قابلية الجسم على امتصاص البي 12 بتقل بنسب كتير كبيرة، فلما نحن ناخذ أغذية مليئة بالبي 12 بنسب كتير كبيرة، لو الامتصاص كان ما بين 10 إلى 30% ستيل رح نحصل على كمية كتير جيدة من البي 12. يعني مظبوط إن عصير البرتقال بيساعد على الامتصاص أكتر؟ صحيح. مظبوط. صحيح. بيعزز من الامتصاص. يس. يعني لما تيجي تاخد مثلا حديد او بي 12 لما بتشرب عصير برتقال بيساعد ان الجسم يمتص اكتر. صحيح صحيح. الاسكوربيك يعني اسيد هو عامل رئيسي. بكره مع عصير برتقال. هلا بالنسبه للكبده هاي الفكره اللي الاشخاص لسه عندهم شويه معتقدات غير صحيحه باتجاهها. عاده الحديد والبي 12 من مصادر نباتيه بيحتاج للفيتامين سي ليعزز من امتصاصه. اما اللي بيجي من مصادر حيوانيه فامتصاصه جيد جدا، عشان هو يسمى هاي كواليتي، يعني ذات جوده عاليه سريعه الامتصاص بالجسم. هاي كواليتي وكبده عن جد. ايوه. طيب يعني هو يمتص يعني زي ما تفضلت شيف انه لما يكون من مصادر نباتيه ناخذ الفيتامين سي معه يزيد يعزز من امتصاصه. سؤال ثاني. كل الكبد زي بعضها؟ يعني كبده الفراخ زي كبده الخروف زي كبده العجل كله؟ عاده لا، عاده بتختلف بنسب الفيتامين A الموجوده فيها والسعرات الحراريه التابعه لها، ولكن الاختلاف بسيط جدا. ولكن الفيتامين A بيكون فيه اختلاف اكبر ما بين كبده الدجاج وكبده اللحمه. عاده كبده الخروف
فيها أعلى نسب الفيتامين A مقارنة مع الكبدة اللي بتيجي من الدجاج. أها. بكرة في صجيات يعني خلينا هيك خود وأعطي. خود وأعطي. طيب ارتفاع الدم، علاقة الكبدة بارتفاع الدم. عادة لأنه هي فيها نسب عالية من الحديد من الفوليت بالإضافة للبي 12، هدول الثلاث فيتامينات أو المعادن الرئيسية اللي بتعزز إنتاج الخلايا الدم الحمراء بالجسم. فأولا هي بترفع من الخلايا الدم الحمراء بالجسم، ثانيا بتعزز نسب مخزون الحديد الموجودة عندي بجسمي. فهي بتساعد الأشخاص إما اللي عندهم انخفاض في نسب الحديد كمخزون بالدم بالجسم سوري، أم بيكون عندهم فقر بالدم بسبب نقص إما الفوليت أو البي 12 أو الحديد. المشكلة الرئيسية عند الأشخاص اللي عندها فقر دم إنه عادة الأعراض متشابهة ما بين نقص الفوليت ونقص البي 12، فما بنعرف شو السبب الرئيسي اللي عم بيؤدي إلى فقر الدم، ولكن أعراض نقص الحديد مختلفة تماما عن التنين. فهدول الثلاث عوامل الرئيسيين إذا إحنا ما كان غذائنا موجود بنسب كتير كبيرة فيهم بي 12 فيتامين بي 12 حديد بالإضافة للفوليت، للأسف بيؤدي إلى فقر الدم. إيه هو الفوليت ده؟ قلتي مين؟ الفوليت فوليك أسيد. فوليك أسيد. الفوليك أسيد. الفوليك أسيد بالضبط. اختصار الفوليك أسيد. صحيح. إيه يا لون؟ إيه يا شيف غادة؟ إيه ده كله؟ هو الفوليك أسيد. طيب قلتي هتحكي لنا عن علاقة الكبدة بالحديد. بالضبط، فالكبدة بتحتوي على هدول الثلاث فيتامينات والمعادن بغذاء واحد، وهذا نادر ما نلاقيه، فعشان هيك هي كتير جيدة بالنسبة لرفع مستوى الدم وبالإضافة لمخزون الحديد الموجود عندي بالجسم. بالنسبة للكوليسترول، كتير أشخاص بتخاف من نسب الكوليسترول العالية الموجود بالكبدة. هي عن جد صحيح بتعطي نسب كوليسترول عالية، لأنها هي بتعطي 1000% من احتياجات جسمنا من الكوليسترول. ولكن وين الفكرة؟ عادة الكوليسترول ينتج بأجسامنا من قبل الكبد لاستخدامه في عدة مجالات بالجسم، من ضمنها إنتاج الهرمونات وإنتاج الإنزيمات اللي بتكون عندي موجودة بالجسم. لما أنا أكون عم باكل نسبة كوليسترول عالية، الكبد بأقلم حاله، برجلج حاله وبقلل نسبة إنتاج الكوليسترول فيه، فما بيؤدي إلى تأثير كتير كبير على نسب الكوليسترول الموجودة بالدم. فكل ما كان غذائي مليء بالكوليسترول، كل ما الكبد رح يخفض نسب الكوليسترول اللي هو بيصنعها. كل ما كان غذائي قليل بالكوليسترول، كل ما الكبد بيصنع كوليسترول أعلى. لما الشخص بالضبط، لما الشخص ياخذ نسب كتير اعلى من الجسم اوريدي بينتجها، هون بصير عندي مشاكل بالكوليسترول وبيرتفع الدهون الثلاثيه الموجوده عندي بالجسم. فاحنا ما بنخاف من اكل الكبده او اللحوم العضويه بنسب جيده للكوليسترول، بالعكس هي تعتبر مفيده جدا للجسم، ولكن زياده استهلاكها هي اللي بتعمل مشاكل بالكوليسترول بشكل كتير كبير. هو انتهى الوقت، بس بدنا سريعا، بما انه فوليك اسيد وما فوليك اسيد وحديد، صحيح، اذا هو للحامل يعتبر داعم لها؟ ابدا، للاسف الحوامل المفروض يبتعدوا عن الكبده بشكل كتير كبير، لانها بتحتوي على نسب عاليه جدا من فيتامين A. الحد الاعلى لاستهلاك المراه باليوم الطبيعي من فيتامين A هو 10000 وحده من الفيتامين A. الكبده مرات بتحتوي على نسب اعلى من 10000 وحده، فممكن انها تؤدي الى تشوهات خلقيه في الطفل، فيفضل المراه الحامل الابتعاد عن الكبده بشكل تمام. يعني خبطي كبده يا خاله عشان صحتك، وخبطي كبده يا خاله عشانك حامل، هذا كله طلع هذا مش صحيح. بس مش بعد صحيح. بس بعد الولاده، بعد الولاده ممتازه زغليل كبده تغلط تغلط بدايه. صحيح صحيح صحيح. اكبر شيء شفتي، او بديش اقول لك اكبر شيء شفتي، بدي احكي لك انه بتحبي تحضري الضحيه هم يضحوا؟ صراحه مش من الاشياء اللي بفضل اني اشوفها. لا ما يعني ما بتحبيش اللي بتحبي تشوفي؟ انا بدخل اوضتي وبقفل علي الباب وبسد وداني وبغمض عيني وهم بعيد عني اصلا. والله يعني انداري. وعارف مين اللي بيبقى بيذبح الضحيه؟ واللي بيذبح اخويا. واو. بايده. يا وهنا هي انا بحس بدها يعني قوة قلب كتير انه الشخص يعني يقدر يذبح حتى لو حيوان. عمرك شفتي نحر جمل مثلا؟ لا لا ما. طب يا حبيبي خلاص مش خلصنا؟ طب انت مالك سعيد كده؟ لايه الشر ده؟ بكره ضحايا. بكره فيه. طيب ستي شكرا. شكرا. وكل عام وانت بخير. وانت بصحة وسلامة وينعاد عليك. وتكفر الله طاعتك يا رب. وبجد لا يمل. الله يسعدك. حديثهم كتير لطيف. شكرا. هي وربا انا بستمتع وانا بسمعها. الله يسعدك. Thank you.